كيف يعقل عباد الله في دولة أمير المؤمنين تنتهك فيها أعراض الرجال؟ أنا من حقي نكي، من حقي في دولة أمير المؤمنين تنتهك فيها أعراض الرجال، في دولة أمير المؤمنين تعنف النساء في الشارع، ومن عنف النساء أنا في الشارع يوم 5 فبراير 2017 رقي ثم ترقيته. ذاك الشرطي اللي مسمي عصام خلق هنا وتربى هنا وقرا هنا وتوظف هنا وخدم هنا وكذا، رغم ذلك حاقد على المنطقة وتزوج حتى من هنا، رغم ذلك حاقد على المنطقة. ولادنا تعدوه، ولادنا تغتصبوا، وكيف يعقل، كيف يعقل عباد الله في دولة أمير المؤمنين تنتهك فيها أعراض الرجال؟ أنا من حقي نكي، من حقي في دولة أمير المؤمنين تنتهك فيها أعراض الرجال، في دولة أمير المؤمنين تعنف النساء في الشارع، ومن عنف النساء أنا في الشارع يوم 5 فبراير 2017 رقي ثم ترقيته. ذاك الشرطي اللي مسمي عصام خلق هنا وتربى هنا وقرا هنا وتوظف هنا. مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا، ولا صباح الخير اذا كان الصوت عطاونا شي اشاره. الله يرحم الوالدين. إذا كان الصوت عطيونا شي إشارة قولوا لنا واش كاين الصوت ولا ما كاينش. كاين الصوت إخواني، إذا كان الصوت عطيونا شي إشارة. المهم على ايين اعتقد بان الصوت كاين، لحقاش ما تخرج ليش لي كومونتير هنا. يا اوكي كاين الصوت. اليوم السبت 23 نوفمبر 2019 الساعة 6 ديال الصباح بالتوقيت ديال ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، الوحدة ديال الظهر بالتوقيت المحلي ديالنا في البلاد. كلشي متبع شنو واقع عندنا سواء في المنطقة كاملة سواء عندنا في البلاد. بزاف ديال الناس تيتكلموا على الخيخ اللي عندنا في البلاد، تيتكلموا على الخماج اللي عندنا في البلاد، تيتكلموا على الحالة المزرية ديال الحضيض اللي وصلنا له في البلاد. كلشي تيتكلم على المرض، وقليلون جدا اللي تيتكلموا على الدواء. كتير هما الناس اللي تيتكلموا على الخيخ والخماج والخنز، ولكن قلال اللي تيتكلموا لنا على كيفاش خاصنا ننقيو هاد الخماج وهاد الخنز. قبل ما نتكلموا على الدواء وقبل ما غادي نتكلموا على كيفاش خصو يتنقى هاد الخماج هذا وهاد الخنز، مزيان نديروا واحد الاطلاله بالزربه غير باش اولا كلشي تعرف باننا تنعيشوا واحد المرحله اللي لا نحسد عليها، واحد الوقت اللي كان باه عنده مستشارين أكفاء، ولا كانت تتوفر فيهم ميزات عالية، كانوا ناس مثقفين، كانوا ناس عندهم بعد نظر، كانوا ناس حكماء. كنشوفوا هذا اللي كاين دابا مدور به مجرمين
مافيوزيين، عصابة. وباه كانوا عنده مستشارين، هذا ما عندوش مستشارين، هذا عنده مجرمين مفوضهم، عاطيهم تفويض كامل، عاطيهم شيك على بياض، تقول لهم ديروا في هذا البخوش هذا اللي بغيتو، طحنوا كما يحلو لكم، الشعب ديالكم ديروا فيه اللي بغيتو. مسألة أخرى هو الضوء الأخضر اللي عاطيه الأجهزة الاستخباراتية والبوليسية باش يتبوردو علينا كما بغاو، تشدونا لأتفه الأسباب، تلفقوا لينا التهم اللي كيضحك عليها الصغير والكبير، مبقى تتيقها حتى شي واحد، لا حاسيبة ولا رقيب. الا خرجتي الطالب علي بشي حاجه اللي ماشي تاف، ماشي تمن الضروريات، يعني شي حاجه اللي تيتمتعوا بها الحيوانات ماشي البشر، لا طلعتي لا خرجتي تطالب بها، فتيرميوك ويضربوك بعشرين عام ديال الحبس. مزيان اننا نتكلموا على المساله اللي ولاو تعرفوها مواطنين كاملين، المسألة اللي هي أنه ثروات ديال البلاد تتبعتر وكأنها ورث ديال والديهم، الذهب، النقرة، الزنك، الفوسفات، الغاز، المعادن، يعني تيتصرفوا في الثروات ديال البلاد وكأنها ورث ديال باهم. الكبير والصغير عندنا في البلاد ولات تعرف باننا كنعيشوا في دوله بوليسيه، دوله بوليسيه بامتياز، واخا يخرجوا الناس اللي تمثلوا هاد الاجهزه هذه الامنيه في المغرب وبقاو يكذبوا علينا ويقولوا لنا لا احنا ماشي دوله بوليسيه، فالصغير والكبير عندنا في البلاد كيعرف ومتاكد مليار في المية باننا عايشين في دوله بوليسيه، وعايشين في واحد الغابه اللي ما فيهاش القانون، عايشين في واحد الدوله اللي يمكن اي امراه تكون غاده في الزنقه ويشدوها الاجهزه الامنيه صدفه ويقولوا في بيانات بوجههم زرق، يقولوا بان شدينا واحد السيده مغربيه، شديناها صدفه ودينا للسبيطار وفرقنا لها رجليها وجبنا الطبه وبدون الاذن ديالها هي، عطينا الاوامر للطبه وبداو يخوروا لها في حجرها وكانها حتى حيوان، ما يمكنلكش دير مع هاد الشيء في الدول اللي فيها قانون وفيها قضاء وفيها اجهزه وفيها مؤسسات. حنا في واحد الدوله اللي الاجهزه الامنيه تتصمت لك على التليفون ديالك بدون ما تكون شي ذريعه، اللي ما انت مجرم، ما انت قتال، ما انت عندك سوابق، ما انت شي حاجه، انت مواطن عادي كتعيش في بلادك عادي، ربما شمور، ربما صحفي، ربما اعلامي، ربما موظف عمومي، ربما موظف في القطاع الخاص، ولكن ما عندك حتى شي ضمانات ان الاجهزه الامنيه ما تتصنتلكش على التليفون ديالك. والدليل هو ان تنشوفوا صحفيين تيتشدوا وتيدوزوا التسجيلات ديالهم في المحكمه بان الاجهزه الامنيه كانت تتصنت لهم، مع العلم انهم ماشي مجرمين وما عندهمش صوابع، وكانت تتصنت لهم بدون سلك المساطر اللي خصها تسلك في اطار الاجهزه الامنيه، عندها الحق تصنت ولكن خصها عاوتاني تسلك مساطر اللي كتخول لها انها تصنت، كتخول لها انها تصنت بصفه قانونيه. حنا في البلاد عندنا يمكن يتصنتوا لك على التليفون ديالك ويدوزوه في المحاكم هكا عادي، ويقول لك التهمه وانك انت كنت باغي تدخل مدفع للبلاد، وحنا كمواطنين خصنا نتيقوا هاد الخزعبلات هادي، بلاش دابا بانا خصنا نتيقوا هاد الخزعبلات، وإلا ما تيقناهاش تتوجهوا لنا الأسهم ديال حنا عدميين، حنايا
ماشي وطنيين، حنا ناس ديال الفوضى، وهما اللي ناس ديال السلم. يمكن اللي مش الدنيا غدا يقول لك انت باغي تدخل ما عرفت شنو هو، شي كوكب بغيتي تدخليه للبلاد وحنا غادي نحاكموك. ما تقدرش مواطنين عاديين خرجوا تيطالبوا في الشمال مطالب عادية، كل شيء ولا تعرفها في المغرب، حتى الرضع ولاو تعرفوا هاد المطالب. علاش هاد الناس اللي خرجوا تيطالبوا بمطالب بسيطة كنتو كتصنتوا لهم على التليفونات ديالهم بدون أدنى، خارج القانون، تتصنتوا على التليفونات ديالهم وكنتو كتسمعوا في التليفونات ديالهم بأنهم ماشي انفصاليين، وانتم عندكم في مؤسسة سجنية على رأس مؤسسة سجنية انفصالي، وعندكم اللي تصلي به، اللي تصلي بهذاك اللي على بالك تصلي به، واحد إرهابي عنده سوابق إرهابية ومسؤول مسؤولية مباشرة على الموت ديال بزاف ديال المواطنين. ومؤخرا دار كونترا داف في المقاطعة باش يمارس الجنس مع طفلة اللي كان عندها أقل من 12 عام، وما دار مع هاد الكونترا دا حتى كان حملها بشهرين، عاد مشى دار هاد الكونترا دا. وهاد الشخص هذا تيصلي بأعلى سلطة عندنا في البلاد، وكتعلق له الأوسمة، وإرهابي عنده سوابق في الإرهاب. احنا عام على عام، شهر على شهر، نهار على نهار تنزيدو نغرقو في الكريديات، تزيدو يغرقونا في الكريديات. والساعي ساعة ومرتو تصدق، الكريديات اللي تناخدهم تنمشيو نبنيو بهم افريقيا، تنبنيو مستشفيات عالية الجودة وضخمة وعملاقة في افريقيا، تنبنيو مشاريع استثمارية عملاقة في إفريقيا من فلوس دافعي الضرائب، من فلوس البؤساء. حنا واحد البلاد اللي كنعطيو فيها الحاكم ما يعادل تقريبا مليار في النهار، الحاكم تنعطيوها له، وحنا بؤساء، حنا تنموتوا في البحر هروبا من هاد البؤس. وكون عي كان ما عندوش مقرب نعطيه حتى نفوتو مليار في النهار، ولكن واحد الانسان اللي خانز فلوس، انسان خانز فلوس، وحنا اللي تنعطيوه عايش بفلوس البؤساء، فلوسو كيستثمرهم، وتستثمر حتى فلوس البؤساء خارج البلاد، وعاد تيمص لينا الدم ديالنا. وحنا ماشي ناس اللي لاباس علينا، حنا ناس فقراء، فقراء اوي. هاد الكلام هذا كلهم المغاربه كلشي تيعرف هاد الكلام هذا. الحل شنو هو؟ الحل كلشي تيعرف بان الحل، كلشي مجمع على ان الحل هو الشارع. كنشوفوا دابا كل الشعوب دابا تسعى الى التحرر، الحل راه هو الشارع، بغيتي ولا كرهتي راه الحل هو الشارع. الا بقيتي مكمش في داركم راه ما كاين حتى شي حاجه، ولكن من هي هذه الجهه التي ستدعو الى الشارع؟ ستدعو الى الشارع اللي غيخص يكون المطلب الاول على راس القائمه هو اطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين اللي مشدودين عندنا في الحباسات. هذا خص يكون على رأس المطالب. لا يعقل اننا في القرن، حنا في 2000 غادي ندخلوا ل 2020 وحنا مازال عندنا كم هائل من المعتقلين السياسيين. لا يعقل اننا في 2020 ومازال تيخشيو الزراوط في الدبور ديال المعتقلين السياسيين، تيهتكوا الاعراض ديال المعتقلين السياسيين في الحباسات. لا يعقل
كنبقاو نشوفو في هذا الشيء. اليوم واحد اخر غدا غادي، ملي ما كنتيش انت غادي يكون شي حد من حبابك ولا صحابك ولا من عائلتك ولا من اقربائك ولا شي حد اللي كتعرفه وعزيز عليك، غدا بعد غدا تلقاه حتى هو مشدود في الحباسات ويخرج يقول لك العداوة عباد الله راه كيخشيو فيا الزراوة. الى شدوك السلطات الامنيه تلفقوا لك اي تهمه، ما عندكش كاع الحق صافي تيطلوها لك تيديروا لك الطونبون، حتى يقدروا يتابعوك بالارهاب، يقدروا يتابعوك باي تهمه. ولكن انت الى تعرضتي للتعذيب وقلتي العداوة عباد الله تعرضت للتعذيب، وهالجهه اللي عذباتني ما تيتم اعتقال حتى شي واحد، ما تيتم المتابعه ديال حتى شي واحد، ما تيتمش فتح التحقيق لا حتى شي حاجه. شنو تخسروا علينا حنا؟ حنا البؤساء. الاجهزه الامنيه تتخسر علينا بيانات. انا تنقول لك فلان عراني وصورني عريان وخشى ليا الزراوه وطهتك العرض ديالي وفعل ليا وطرق لي وعذبني وعلقني ودار ليا، وهو تيتكى في البيرو ديالو تيضرب جوج تورنيات وتيخسر عليك جوج سطوره وتيرسلها للصحافه تقول لهم هذاك عيط يرجع عليا، هذوك فيديوهات كيديه، هذوك فيديوهات كيديه، هذوك تصريحات اي عبثيه، ادعاءات كاذبه، هادشي اللي تيخسر عليك. هو تيضرب التورنيات دلويسكي وتيخسر، تيكتب هذاك. ولا ولينا دوله وتتعامل معنا المؤسسات ديال هاد الدوله هادي تتعامل معنا بالبيانات، كل مره بيان بيان بيان، حتى تقهمنا بالبيانات، تقهمنا المواطنين تقهموا بالبيانات، ولاو تعرفوا مسبقا شنو غادي يتقال في البيانات ديالهم، وبيانات ديالهم كلهم مسرحيات بائسة، مسرحيات بائسة. عي هذوك المسرحيات اللي تتخرج بها الأجهزة الأمنية ولا المؤسسة ديال السجون، عي هذيك راه كافية باش يتعتقلوا مسؤولين كبار في هاد البلاد هادي. رجعوا للمسألة ديال الحل، الجهة اللي يمكن لها تقترح الحل واللي يمكن لها تقترح الشارع عندها بزاف ديال الإكراهات. الإكراه الأول تيبدا من العائلة، ما كاينش شي وجه يقدر يخرج عندنا في البلاد ويخرج ويقول حنا بغينا نبداو ابتداء من التاريخ فلان فلانين خلينا نبداو نخرجوا باش نطالبوا بحقوق ديالنا واطلاق سراح المعتقلين ومحاسبه المسؤولين، وهذاك الشيء اللي كيجي في التقارير ديال الجطو خصو كاع اللي متورطين في هذيك الاختلاسات الماليه وكذا خصهم يتعتقلوا وخص محاسبه وخص يعني خص تغيير جذري. اي واحد غادي يخرج باش يحدد النهار فوقاش نبداو المواطنين يخرجوا للشارع الا العائله ديالو هي الاولى غادي تقول له زمد رقومك وقطع الزي، وحنا ما بغينا مشاكل، تكمش في خيمتكم، اللي بغى يدوي على حقه انا ندوي على حقه، انت راه ماشي سيف ديازان. الاكراه الثاني هو الاجهزه الامنيه اللي ناض قال حق الواد راه خصنا نحدوا واحد التاريخ باش نبداو نخرجوا، الا وغادي يقبصوه الا كان داخل البلاد، الا كان خارج البلاد غادي يديروا له مذكره بحث دوليه والتهم جاهزه، التحريض على الخروج مظاهرات غير مرخص لها، الدعوه الى العصيان المدني، وطبعا يقدروا يخشيو لك في اي لحظه، يقدروا يخشيو لك التهمه ديال الارهاب، لحقاش التهمه ديال الارهاب ولات حاجه اللي عاديه جاري بها العمل. حتى هاد الاجهزه فاش كتبغي تشد شي ارهابي ماشي كتخليه حتى يكون غادي للحانوت ولا يكون في غادي مسافر ويشدو عي في الطريق يحبسوا له الطوموبيل ويشدو حسي مسي ولا كذا، ولا يكون خارج من شي سبيطار كما تيديروا داروا للصحافيه، يكون خارج من شي سبيطار ويلقموا حسي مسي ما ساق له حد الخبر، لا هو تيخليه حتى للديروه ديال بنهار والقايله حاميه والناس عامره وقت العصر وخوط وخروطه وهذا، وعاد تيديروا هذوك المسرحيات البائسه ديالهم الفرجه، تيديروا البروباغندا حنا خدامين تيجيبوا الباسكات والتستور على المجرمين. كيفاش انت كتشد ناس صحفيين ولا ناس تيناضلوا من اجل لقمه العيش
تتشدهم وتضرب بهم طر في وسائل الإعلام بوجههم مكشوف، تصاورهم وكل شيء، تتقول لهم فلان هذا حميد المهداوي، هذه فلانة هذه، بالتصاور ديالهم وكتشوههم وتتعطي غير وجهة النظر ديالك انت بوحدك. وفاش كتشد لينا شي ارهابي تتخرج عليه خنشه على راسه وما تنعرفو لا سميتو لا كنيتو لا فين كان ساكن لا فين تزاد، لا والديه لا عمامو لا جدودو لا حتى شي حاجه. وفي الطرف الاخر انت كتبغينا نطيقو هاد الشيء هذا، وحنا تنعرفو فين هادوك ديالكم مع الناس ديالكم. اذا الاكراه الثاني كما قلنا هو الاجهزه الامنيه اللي تكلمتي غيغلفقوا لك التهمه ديال الارهاب والتهمه ديال التحريض على الخروج في المسيرات غير مرخص لها والدعوة إلى العصيان المدني. الإكراه الثالث هو أننا نحن في واحد البلاد اللي كنسفهو بعضياتنا، لخرج أي طرف غادي يدعو لهذا الشيء اللي قلنا إلا وغس غيتم تسفيه ديال الكلام دياله. المسألة الرابعة هي الحرب ديال الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، الحرب القادرة، أي جهة أو مجموعة من الأشخاص غادة تخرج تقول العدو عباد الله راه حان الوقت باش نتكلموا مع هاد المسؤولين بلغة الشارع، إلا وغتبدأ الحرب ديال الأعراض. والمسؤولين تعرفوا بأن المغاربة تيبغيو الشوهة وتيبغيو هادشي ديال الأعراض وكذا، وكل واحد إلا وتيخاف بحكم أن كل واحد عنده عائلته وعنده خوته وعنده صحابه، ما تيبغيش يتحط في ذاك الموقف ديال يبداو يحاربوه أخلاقيا ويطعنوا له في الشرف ديالو وفي العرض ديالو وفي العرض ديال تريك تريك تريكته. وكاين إكراه آخر هو ديال الصحافة السوداء الصفراء اللي حتى هي تتعطى لها الأوامر باش تتبدا تطعن فيك من الظهر، تتبدا تقول فيك الاكاذيب، وتتبدا تقول فيك هذاك الشيء اللي ما يتيقوش حتى السفهاء ما يتيقوش، وتبداو يطعنوا فيك. والحاجه اللي واعره بزاف واللي خطيره بزاف هما ان البؤساء الحفاة العراة كينوضوا لك حتى هما تهاجموك، تيقول لك حنا ما بغيناش نوليو بحال سوريا، ما بغيناش نوليو بحال ليبيا. بئيس، ما تكسبش شليلة حفيان مقرد عريان بحالك بحالو تينوض تيقول لك سكتنا هنينا ما بغيناش نوليو بحال سوريا وبحال ليبيا. ما تيقول لكش مزيان هادشي راه مزيان بغينا نوليو بحال تونس، لا تيقول لك ما بغيناش نوليو بحال سوريا. واخا اذا دابا غادي نتكلموا، هضرنا على المرض وهضرنا على الدول اللي من المفترض انه يكون، وانا دابا اعتقد انه كنشوفوا بان المنطقه كلها تتفور، وهذا الفوران مزيان نقول عليه واحد النقطه اللي ربما الكثير ارى لاحظها. عندنا الدول ديال شمال افريقيا اللي هما 4 ديال الدول، وعندنا الدول ديال الشرق الاوسط. الدول ديال شمال افريقيا عندنا 4، وكاينه الدول ديال الشرق الاوسط عندنا تما واحد الرباع ديال الملايات تما. في 2011 طاح الراس الاول في الشطرنج، طاح الراس الاول ديال تونس من شمال افريقيا، تبعو مصر من الشرق الاوسط، تبعاتو ليبيا من شمال افريقيا، تبعاتو اليمن من الشرق الاوسط، واحد من هاد الفرقه واحد من هاد الفرقه، تبعاتو الجزائر من شمال افريقيا، تبعاتو السودان من الشرق الاوسط. يمكن لك اخي المواطن اختي المواطنه تامل وانت راسك تقول لنا شكون اللي باقي في شمال افريقيا، على من الدور
الآن الدنيا كلها تتفور من حولنا، الجزائر تيفور، لبنان، العراق، إيران، كل شيء تيفور، فرنسا، وحنا ما زالت الأجهزة الأمنية وما زال المستشارين اللي عندهم تفويض وشيك على بياض باش يديروا فينا ما بغاو، مازال تيتعاملوا معنا باحتقار، مازال تيعذبوا المعتقلين السياسيين في السجون، ومازال تيعذبوا العائلات ديال المعتقلين السياسيين في السجون، مازال تيعذبوا اللي خارج السجون، مازال مواطن تيعيش في أوروبا ومريض له باه ويدخل يشوف باه يعتقلوه بتهمة ديال انت كتمارس حرية التعبير ديالك في ديك البلاد، بمعنى احنا ما بقيناش عبيد في داخل الوطن، العبودية ولات تابعانا حتى خارج الوطن، بمعنى ماشي بعيد يديروا مذكرة بحث تجي داك العروبي اللي هنا، علاش تتعبر على الرأي ديالك وانت عايش في الميريكان؟ انت عبد ديالنا، انت عبد ديالنا، وخصك تبقى عبد، وخا تمشي للقمر خصك تبقى ترضخ القانون العبودي ديال الداخل ديال البلاد. انا اظن انه حان الوقت، عندنا اليوم العالمي لحقوق الانسان في 10 دجنبير اللي ما بقالوش بزاف، بقات له اقل من 2 ديال الاسابيع. انا اعتقد بان يكون اول احد، اول حد ديال 8 دجنبير، يكون اول خروج ديال المغاربه، واخا يخرجوا اي 3 في كل مدينه، يخرجوا 3 نقطه نقطه تحمل الواد، اول الغيث قطره، بداو يخرجوا للشوارع، يخرجوا يتساراو. ولكن باش تعرف اللي خارج من اللي، واللي خارج على هذا الاساس من اللي عي خارج تيستسركل، هو كنظن اعتقاد غير رايي قابل للنقاش اللي بغى. انا كنظن بان مادام فرنسا عندهم بدلات الصفراء وتخرجوا السبت، الجزائر تخرجوا من الجمعه للجمعه، علاش بقى لينا حنا الحد؟ بقى لينا الحد، علاش ما نبقاوش نخرجوا الحد ونبقاو نلبسوا الابيض اللي هو علامه كبيره ديال السلميه، ديال السلام، ناس باغين السلام والسلميه، اللي عنده قميجه بيضه، اللي عنده تيشيرت بيض، اللي عنده جلابه بيضه، اللي عنده فوقيه بيضه، اللي عنده فرجيه بيضه، اللي عنده سلهم بيض، اللي عندها حيك بيض يزار، وتيكون علامه ديال من الحد لحد اللي عنده شي حاجه بيضه تبدا يخرج، ونقطه نقطه تتحمل الواد الى وافقوا عليها المواطنين، باقي عندنا 2 اسابيع وفك ما بغينا، عي كل تعطيله الا احنا اللي تناكلوا فيها الدق، كل تعطيله الا ما نساوش بان عندنا مساجين في الحباسات، عندنا معتقلين سياسيين في الحباسات اللي تتعذبوا، عندنا معتقلين سياسيين اللي كيرميوهم في الكشوات، عندنا معتقلين سياسيين اللي تتعرضوا للتعذيب لا هما لا عائلاتهم، وعندنا مواطنين مهددين بالاعتقال في اي لحظه، وعندنا مواطنين اخرين تيريبوا لهم الديور ديالهم والمحلات ديالهم وتيستحوذوا على الاراضي ديالهم في جل المدن عندنا في البلاد، ولا من يحرك ساكنا، خرج غوت اعتصم طردك كاع طردك، تيشدوك تلفقوا لك التهمه ديال المخدرات ولا التهمه ديال الارهاب وتصيفطوك للحبس، صافي هادشي اللي تيخسروا عليك. والاتحادو قوة، وما دمنا حنا غنبقاو مشردمين بحال هكا، إلا والطرف الآخر يمعن في الاحتقار ديالنا ويمعن في التعذيب ديالنا ويتلدد بالمآسي ديالنا. هادشي اللي جيت نقول اليوم، بأن غادي يكون واحد الحدث عظيم الا بدينا نخرجوا سوا ابتداء من 8 دجنبير 2019، الحد اللي من موراه الجاي نبداو نخرجوا المغرب كامل بلباس ابيض نقطه نقطه، حنا ما مزروبينش على اساس ان اول الغيث قطره. هذا ما كان، استسمح على الاطاله، حفظكم الله ورعاكم،
وسدد خطاكم. دوزوا بخير.